بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث الابتدائي مدرسة نور المعارف الإسلامية الخاصة، معكم أستاذ تامر لبان في درس من دروس مادة اللغة العربية. درس اليوم بعنوان شجرة القطن. درس اليوم بعنوان شجرة القطن. تعالوا مع بعض نقرأ الدرس. شجرة القطن. شجرة القطن. جاء الصيف، ذهبت الأسرة لزيارة الجد في القرية. القرية هادئة، شوارعها نظيفة، هواؤها نقي. ذهب باسم وبسمة إلى الحقل، لوزات القطن متفتحة. بسمة تتأمل لوزات القطن، ما أبهى المنظر وما أجمله. بسمة تفكر وتسأل كيف تتحول شجرة القطن إلى ملابس ومفروشات جميلة. الجد: نزرع القطن في أول شهر مارس، وعندما تتفتح لوزاته في شهر أغسطس يجمعه الفلاحون ويضعونه في أكياس. ده الجزء الأول من درس شجرة القطن. نقرأ تاني. جاء الصيف، ذهبت الأسرة لزيارة الجد في القرية. يبقى مع مجيء الصيف قامت الأسرة بزيارة إلى الجد. الجد يعيش في القرية، يبقى ميعاد الزيارة كان في الصيف، والجد مكانه في القرية. صفات القرية التي يعيش بها الجد: القرية هادئة، شوارعها نظيفة، هواؤها نقي. القرية هادئة، شوارعها نظيفة، وهواؤها نقي. ذهب باسم وبسمة إلى الحقل. باسم وبسمة ذهبوا لزيارة الحقل. لوزات القطن متفتحة. شجر القطن لوزاته متفتحة، أي أن هذا هو ميعاد جمع القطن. بسمة تتأمل لوزات القطن، ما أبهى المنظر وما أجمله. بسمة تفكر وتسأل كيف تتحول شجرة القطن إلى ملابس ومفروشات جميلة. بسمة سألت سؤال: إزاي بيحولوا شجر القطن إلى ملابس ومفروشات؟ طبعا إحنا عارفين إن الأغلب الملابس اللي إحنا بنرتديها هي مصنوعة من القطن، فطبعا بسمة بتتعجب كيف تتحول هذه الشجرة إلى ملابس ومفروشات جميلة. الجد رد قال لها على موعد زراعة القطن وموعد جمع القطن. الجد: نزرع القطن في أول شهر مارس. يبقى متى يزرع القطن؟ يزرع القطن في أول شهر مارس، وعندما تتفتح لوزاته في شهر أغسطس يجمعه الفلاحون. يبقى يزرع القطن في أول شهر مارس وتتفتح لوزاته في شهر أغسطس. يبقى بنزرعه في شهر مارس ونجمعه في شهر أغسطس، ثم بعد ذلك يجمعه الفلاحون ويضعونه في أكياس. ده شرح بسيط للقطعة اللي عندنا النهاردة. طيب عايزين كده كلمات بها مد بالألف، زي إيه بالظبط؟ زي كلمة جاء، زي كلمة هادئة، زي كلمة باسم، زي كلمة ما، زي كلمة مارس. كلمات بسيطة، عايزين كلمات فيها مد بالياء. مد بالياء عندي في، فيها مد بالياء. جميلة فيها مد بالياء. شوف حاجة تانية فيها مد بالياء. ماشي، نشوف كده كلمات فيها مد بالواو. كلمة نظيفة طبعا كمان فيها مد بالياء اهي. كلمات فيها مد بالواو: اللي يضعونه الفلاحون. كلمات فيها مد بالواو. عايز كلمة بيها لام قمرية. لام قمرية. الأسرة، المنظر، القطن، تاني القطن اهي، الجد. كلمات بيها لام شمسية. الصيف. عاوز كلمة بها هاء الضمير. عندي كلمات بها هاء الضمير. كلمة يضعونه، أهي دي فيها هاء الضمير. يضعونه، يا
يجمعه، فيها الضمير برضو. طيب كده عملنا بعض المعاني وبعض ايه بعض الاستخراجات من القطعة ديت. تعال نشوف بعض المعاني وبعض المفردات لهذه القطعة. اول حاجة كلمة يجمعه معناها يحصده، يجمعه يحصده، يجمعه يحصده. اجمل معناها ابهى، اجمل معناها ابهى. المنظر معناها الشكل، المنظر معناها الشكل. نقي معناها خالي من التلوث، نقي معناها خالي من التلوث. هادئة معناها ساكنة، هادئة معناها ساكنة. طب نشوف كلمة ومضادها. نقي، معنى كلمة نقي خالي من التلوث، يبقى عكسها ايه؟ ملوث. نقي عكسها ملوث، نقي عكسها ملوث. نظيفة عكسها قذرة، نظيفة عكسها قذرة، نظيفة عكسها قذرة. أبهى معناها أجمل، يبقى عكسها أقبح، أبهى عكسها أقبح. يجمعه يزرعه، يجمعه احنا قلنا يحصده، عكس الحصد والحصاد الزراعة، يبقى يجمعه يزرعه. الصيف عكسها الشتاء، الصيف عكسها الشتاء. تعالوا نروح لبعض التدريبات بقى اللي على الدرس ده. أول تدريب هو أجب عن هذه الأسئلة. أول سؤال عندي، أين ذهبت الأسرة ومتى؟ ها أنا سامع ناس بتجاوب أهو، أين ذهبت الأسرة ومتى؟ في ناس قالت ذهبت الأسرة في الصيف لزيارة الجد، يبقى ذهبت الأسرة لزيارة الجد، إمتى كانت الزيارة؟ في الصيف. يبقى تاني، أين ذهبت الأسرة ومتى؟ ذهبت الأسرة لزيارة الجد في الصيف. صف القرية في ثلاثة جمل. القرية هادئة، شوارعها نظيفة، هواؤها نقي. القرية هادئة، شوارعها نظيفة، هواؤها نقي. متى يزرع الفلاحون القطن ومتى يجمعونه؟ متى يزرع الفلاحون القطن ومتى يجمعونه؟ يزرع الفلاحون القطن في أول شهر مارس، يزرع الفلاحون القطن في أول شهر مارس. ويجمعونه عندما تتفتح لوزاته في شهر أغسطس. يبقى القطن بيتزرع في أول شهر مارس وبيجمع في أول شهر أغسطس، أو عندما تتفتح لوزاته في شهر أغسطس. دي الأسئلة اللي موجودة عندي. تعال نشوف تدريب كمان. طيب عايز أرتب الجمل التالية حسب ورودها بالدرس. نرتب الجمل دي حسب ورودها بالدرس. أول حاجة تبقى يجمعه الفلاحون، ولا نزرع القطن في أول شهر مارس، يضعونه في أكياس، ولا تتفتح لوزته في شهر أغسطس. طبعا عندي أول حاجة نزرع القطن في أول شهر مارس، بعد ما بنزرعه تتفتح لوزاته في شهر أغسطس، بعد ما تتفتح لوزاته يجمعه الفلاحون، ثم نهاية الآخر بقى في نهاية رحلة القطن يضعونه في أكياس. يبقى عندي أول حاجة نزرع القطن في أول شهر مارس، تتفتح لوزاته في شهر أغسطس، يجمعه الفلاحون، يضعونه في أكياس. نشوف تدريب كمان. نضع القطن في، نضع القطن في أكياس طبعا اهي. بسمة فخورة بالقطن المصري. نستخرج الزيت من بذور القطن. طبعا إجابات كلها صحيحة. يبقى نصنع، نضع القطن في أكياس. بسمة فخورة بالقطن المصري. نستخرج الزيت من بذور القطن. تدريب على الأساليب اللي هو حروف العطف وحروف الجر. ذهب باسم وبسمة نقط المكتبة، ذهب باسم وبسمة نقط المكتبة. هختار من ولا إلى ولا وا ولا ثم؟ طبعا أنا هختار إلى. ذهب باسم وبسمة إلى المكتبة. القرية هادئة، شوارعها نظيفة. القرية هادئة وشوارعها نظيفة. هنا هحط حرف عطف. نصنع الخيوط من القطن، نصنع الخيوط من القطن. أنا سامع ناس بتجاوب معايا، نصنع الخيوط من القطن. يجمع الفلاحون القطن
في فترة ما بين الجمع، ثم يضعونه في أكياس، ثم يضعونه في أكياس. شوف تدريب كمان، هات كلمات على نفس الوزن. كلمة رجاء، ايه كلمات على نفس الوزن؟ ها يلا شباب، ها هواء، ايه تاني؟ دعاء، ايه تاني؟ سماء، بناء، ولاء. كل دي كلمات على نفس الوزن لكلمة رجاء. يبقى رجاء كلمات على نفس الوزن، هواء، دعاء، سماء. شوف تدريب كمان، اكمل شبكة المفردات. الصيف، الصيف هو جايب لي في الشبكة ازهار. نشوف ايه تاني في الصيف؟ حر، طبعا الصيف يبقى في درجة حرارة عالية وفي نسبة الشمس بتبقى عالية طبعا، فبتبقى فيها حر. بحر، اغلبنا بنروح المصيف في فصل الصيف. شمس، طبعا الشمس بتبقى مشرقة جدا في فصل الصيف. شاطئ، طبعا من امتع الاشياء عندنا في الصيف هو ذهابنا الى الشاطئ. يبقى الصيف في ازهار، في شاطئ، في شمس، في بحر، في حر. تعال نشوف التدريب كمان، اقرأ ورتب البالونات لتكون جملا مفيدة. باسم يحب الانترنت. هنا انا ممكن اكون جملتين زي ما احنا خدنا قبل كده، الجملة الاسمية والجملة الفعلية. ممكن اكون جملة اسمية وممكن اكون جملة فعلية. نشوف كده، تم تكوين جملتين، واحدة اسمية واحدة فعلية. يحب باسم الانترنت، ودي جملة فعلية طبعا، او باسم يحب الانترنت، ودي جملة اسمية. يبقى هنا ممكن من الثلاث كلمات دول اقدر اكون جملتين، جملة فعلية وجملة اسمية. يبقى يحب الانترنت باسم، ممكن اكون منها يحب باسم الانترنت او باسم يحب الانترنت. الجملة الثانية، الجد زارت الاسرة، ممكن برضو اكون جملتين، الاسرة زارت الجد، ودي جملة يا شباب يلا، ايوة طبعا جملة اسمية. طب الثانية، زارت الاسرة الجد، بقت جملة فعلية. يبقى يمكن تكوين جملتين من هذه الكلمات. طيب جملة الثالثة، فخورة بوطني انا، هنا ما ينفعش لك جملة واحدة فقط، هتبقى ايه؟ انا فخور بوطني، انا فخور بوطني. خلاص كده، يبقى احنا خدنا النهاردة الجزء الاول من درس شجرة القطن، والى لقاء اخر في دروس اخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.